وسمعت صوت واحد في الليل بصوت، جريت 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 لقيت كلب. كلب؟ اه كلب، لقيت كلب ابيض داخل جوا في المزرعه. طب من وين داخل يا ابو ادم؟ لقيت حنشوف من وين داخل. فلقيته ايش؟ ساحبه من الخروج اللي غاد. لقيت حفرجيكو يا حافر وساحبه وفتح خروج. فلقيت حفرجيكو اكتر، حنشوفه حنشوف ايش نسوي. فالمزرعه بخطر، لو انا ما لحقتش اسوي الاجراءات التاليه لقيت حسويها معاكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا يا جماعة الخير، السفن اللي حصل عندي من اللي هو القتل. طبعا يا جماعة الخير هقول لكم قصة. كان عندي أربعة، وسمعت صوت واحد في الليل بصوت، جريت 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 لقيت كلب. كلب؟ آه كلب، لقيت كلب أبيض داخل جوا في المزرعة. طب من وين داخل يا أبو آدم؟ لقيت حنشوف من وين داخل. فلقيته ايش؟ ساحبه من الخروج اللي غاد. لقيت حفرجيكو يا حافر وساحبه وفاتح خروج. فلقيت حفرجيكو اكتر، حنشوفه حنشوف ايش نسوي. فالمزرعه بخطر، لو انا ما لحقتش اسوي الاجراءات التاليه لقيت حسويها معاكم في الفيديو هذا. طبعا كتير 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 زعلان على اللي صار عندي، والحمد لله انه اجت على قدر اللي هو يعني كتكوت واحد، ما جتش يعني على كذا كتكوت، اجت على كتكوت واحد. يعني بعد ما كبروا ما شاء الله صاروا يعني حلوين، تيجي هالكلب وياخذ لي واحد. طبعا بديش اطول عليكم، خلينا نشوف ايش نسوي، راح افرجيكم في التفصيل. طبعا هذول اللي تموا من خمس حبات الحمد لله. طبعا طيب من وينك يا ولد؟ من هنا. هم بيناموا هان، ناموا على الخشبه هذه. اجي حفر من هان، انا حطيت بس شفتي فلكاج عشان ما يطلعوش. فاجي حفر لقيت حنطلع على الشقه الثانيه افرجيكم اكثر. زعلان كثير 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 عليهم، زعلان والله. طبعا هديكم لمحه سريعه، في غاد زي صارت طرقه. لقيت حنتكلم، حنطلع برا، حطلع برا واقول لكم ايش صار برا. طبعا جاني من هنا، انا حطيت بس هذه البلاكاجه، بس ححط كمان معاكم هالجيت وحسيت كل المنطقه هذه ان شاء الله. بس خلينا نتكلم اكثر نشوف ايش صار معنا. اول حاجه اجى يا من هان يا من هان، لكن انا لما اجيت كان ماسكها في تمه بعضعت فيها. لما جيت عملت رجلي هيك، بتعمل في رجلي هيك وغوش عليه، اللي هو سابها ونط وشرط وراح طلع من غاد وعلى الشارع. فحنتكلم اكثر حنفرجيكم ايش صار معنا. طبعا هو جاي من هان، يعني جاي كيف؟ جاي من هان، مشمشم 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 هان، وملاقيهم هان قاعدين. فقال لك بس افتح عليهم وكل واحد. طبعا يعني انا استغربت، يعني الكلاب بتاكلش الطيور، مش عارف ايش قصتها. يعني بتاكل الجيف الله يعزكم الزبايل، يعني ما هش اكلت عندي طيور الكلاب، يعني مش عارف صراحه. ولكن هي يعني داخله زي ما شايفين، داخله هيك وداخله وسحباه من هان، سحباه وهو قاعد نايم وصار يصوت. عاد انا ايش سمعت صوته وهو بصوت، فطلعت عليه جراي هيك اللي انا لقيته. ايش يا معلم؟ لقيتها بتعضد فيه، قاعد هيك وبتعضد فيه، قاعد تخبط عليه، سابته اول شيء مشيت فيه هيك وسابته وشريدت وراحت. طبعا هذا هو حطيته انا على الشجره هان زي ما شايفين، هذا هو. يعني هي بس معضعضه راسه. طبعا انا بعتذر على المشهد هذا، ولكن يعني بدنا نشوف او ايش اللي صار فيها. طبعا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا هي تملت ميه لانه بايت على الطرق هان وكانت تشتي. فالحمد لله طبعا تيجي في المال ولا تيجي في العيال. طبعا حنطمن عليها الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. طبعا الواحد ما يندمش ولكن يحرص على الباقي. طبعا من هنا اجت على قدر واحده وما افترسليش اللي هو الباقي وكده. طيب تمام، فان شاء الله يا جماعه الخير هنسوي التالي، انه احنا نظبط الطرقه هذه ونظبط كمان يا جماعه الخير الطرقه هذه. وحنفرجيكم لقيت نطلع برا نشوف كيف دخلوا الكلاب عزكم الله. طبعا يا جماعه الخير زي ما شايفين اول حاجه هذه هايله، يعني نايمه هيك والارض حته متفتفته اذا بتلاحظوا، كل هذا من السيول والامطار.
وبرضه من هان هيك. فهذا هو اللي خلى الكلاب تقدر انها تنط على المزرعة عندي. زي ما شايفين كله هان حفر. طبعا انا حطيت البلاكاج هنا، وكانوا هان في شباب ما قصروش معايا تقريبا يعني في الليل. كل تحية وحب واحترام لهم. وطبعا كانوا يدخلوا من هان ويفوتوا هان ويخربوا الدنيا. طبعا يا جماعة الخير هذه الحكورة زي خرابة، ما فيش فيها ولا حاجة ولا يعني فيش استفادة منها. فبدنا نظبط اللي هو اللي عندنا ونظبط الأمور تبعتنا، وبعوض الله على اللي صار ونلحق نفسنا عشان ما يصيرش عندنا. طبعا هذا عباب اللي هو عباب بيتي هان، ومن غادي الشقة الثانية برضو نطوا من عندي وهيك يعني. طبعا هذه هي الأرض اللي نطوا منها ونطوا لي يعني كده. وطبعا هنحط هان، برجح انا احط هان شقفة اللي هو حاجة شقفة انه تيجي مدورة هيك، انا جاي بمحور. وبرضه هنظبط اللي غادي، لانه هذه المنطقة، هذه المنطقة هي اللي بتجيني منها العرس والكلاب والذئاب، كله بيجي بس من المنطقة هذه. اما باقي المناطق زي ما شايفين طوب وحجار ومن الكلام هذا. طردتها؟ ايه؟ طردتها؟ طبعا السجادة هذه كانت ورا غاد، ورا البيوت، فطلعتها كانت فيها شوية يعني حشرات فأكلوها الطيور. كانت كتير فيها حشرات فأكلوها، فبروتين حيوي لهم. طبعا زي ما قلت لكم هذه هحطها هان، أما هذه هحط لها زي بلكجات هان وأستيها. خلينا نشوف إيش بطلع معنا وبنرجع لكم. يلا روح ارفعها من غير كمان شوية. والله الطيور مكيفة الجلية. طبعا جماعة الخير زي ما قلت لكم حنحط البساط هذا، فيلا ليتس جو. طبعا جماعة الخير زي ما شايفين ربطت اول شيء فوق سلكة، وهي السلكة الثانية حربطها في الثينة، وحدقدق على الابلكاج هذا واسدته. فخلينا نشوف النهاية. طبعا زي ما شايفين زبطنا الامور هان، حطينا هان سلك وزبطنا. طبعا زبطنا برضو غاد، ولكن حنظبط ونشبلن كمان، حشبلن هنا ونخلص امورنا ونرجع. طبعا جماعة الخير بعد ما خلصنا، طبعا انا تعبت والله، هنا نازل بسوي. طبعا سوينا هذه هيك، شبلناها وزبطناها من مطرح ما اجوا، وشدينا عليها زي ما شايفين، حطينا وشدينا وزبطنا كمؤقتية هيك، انه يعني ما تجيش اللي هو الكلاب هذه ثاني مرة. طبعا جماعة الخير هذه هي اللي استخدمتها، بنسى شكوش ومسامير وسلك. زبطت اللي هو المنطقة هذه وظبطت المنطقة الثانية، فخلينا نطعميهم. طبعا جماعة الخير خلينا نطعميهم. في منكم كتير قال لي فرجينا جناحين عابر، هذه هي جناحين عابر يعني، اللي قال لي فرجيني جناحين عابر. هذه هي طلق جديد يعني طالعين، ومنظرهم كتير كتير حلو جديد، حتى هو مغير ريشه كمان. طبعا هذيك بنته، فخلينا نطعميهم. طبعا زور جريري بده ياكل الفترة الثانية من النهار، فخلينا نطعميهم يا جماعة. فيلا نطعميهم. طبعا كله بالحق فيا بده ياكل، بحاول اجيب لكم اياهم كلهم. طبعا مستاء للي صار، ولكن قدر الله ما شاء فعل. طبعا خلينا نطعميهم. بسم الله. طبعا حياكلوا زي ما شايفين. هندي اللي برا نروح. ابدا بستناش شوقي، بستناش. مسخت الكولي 12 راك. مسخ الكولا. تمام تعالوا يلا امشوا. يلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذه الفترة الثانية نص النهار، ولما اكون في البيت بحط لهم فترة ثالثة عند ما يجوا يناموا. فلما ما اكونش في الدار بديهم بس مرتين في الوجبتين يعني. خلينا نروح نجيب للعيناء والعون، نحط لهم كمان شوية ونطعم الكفافيت.
طبعا هذا بعد الشتاء ما شاء الله، الأرض يعني مروية شتاء، والشجر الروى. فخلينا نشوف ايش بده يصير معنا، فخلينا نروح نجيب الأكل والطعام لإلهم. لقيت هذه داخلة معاهم، خلينا نطلعها. تعال اطلع. بسم الله. اطلع يا شوقي. شوقي دخل. شوقي خلينا نطلعه. يا شوقي شوقي، تعال يا شوقي، تعال حبيبي، تعال بس تعال تعال تعال، ولك تعال فيش اناتف ديلك. تعال خلينا نطلعه. اوبا يلا تمام. طبعا هم طعمينهم كمان نص كيلو، طبعا هذه نص كيلو بالضبط. جالو يجري زورو، جالو يجري للعون. ما لحقش يسوي حاجة. طبعا هذه جماعة الخير نص كيلو بالضبط، النخالة هذه نص كيلو بالضبط. خلينا نطعم هذول. تلهفوا يا حرام تتوضيوا. لا والله لطعميكم، بس اهدوا اهدوا. طبعا اللي قال لي فلفل عيان، فلفل مش عيان عمو، فلفل مش عيان يا معلم. اللي بيقول لي هو بس كان عشان الدنيا برد، فكان ايش ماسك في حاله ومش عيان يعني. انتم شايفين هذا هو فلفل، فلفله هذه، هذه فلفله ما شاء الله عليه. تمام تمام جماعة الخير، بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبك الفيديو تصلح لايك، ولو اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس الفائق بحسن الله يصلك كل جديد. حبايبي بتمنى لكم يوم ابتسامه اكثر من الصلاه على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعه.